نسير مشاهدي الكرام مع انطلاقة هذا الشوط وأيضا ناخذ إثارة ومنافسة شوطنا الذي يحمل التحديات والمنافسة. ناخذ البداية الأولى والمركز الأول، السيطرة مع رمز لمحمد بن راشد بن حضيرم، بينما المركز الثاني للسيد، هذه مكفية للسيد حمد بن غريب العامري اللي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز هنا الواصلة في هذه اللحظة للسيد حامد بن فاضل المزروعي، بينما التقدم والوصول للسيد فاضل للسيد حامد بن فاضل المزروعي، بينما هناك التقدم في هذه اللحظة القادمة سيد عبد الله بن يوعان، ولكن عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المقدمة، إلى المركز الأول. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله على هذا الحضور، الله على هذا الأداء. ها هي رمز، رمز رمز من رموز هذا الشوط، رمز من رموز إذا في هذا الصباح على المقدمة محمد بن راشد بن فري، إذا محمد بن راشد بن حضيرم اللي على القيادة الأولى وعلى الصدارة، تسيطر بمسار هذا الشوط، تقود يسر بهذا الشوط. ها هي رمز لمحمد بن راشد بن حضيرم، ولكن الشاهنية مع بن فاضل، بن فاضل يقدم حضوره، يبغي الهاتريك، يبغي الهاتريك الصباحي في هذا اليوم، ولكن بن حضيرم صامد 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 صامد. محمد بن راشد بن حضيرم يقدم حضوره، يقدم تواجده، يقدم لنا هذا الأداء الجميل. اللحظات الأخيرة يا سلام، تابع تابع تابع، راقب المعركة، راقب الإثارة، راقب المنافسة. محمد بن راشد، محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي يقدم لنا هذا التواجد الجميل وهذا الأداء. المحاولة من حامد بن فاضل المزروعي يقدم الشاهنية، ولكن رمز، رمز والشاهنية واللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة. تهانينا والناموس للسيد محمد بن راشد على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني للسيد حامد بن فاضل، المركز الثالث للسيد حامد بن فاضل. أما التوقيت الزمني دقيقتين 25 ثانية.